البلدة الرائعة، بلاد تاريخها كبير برشا وفيه برشا تفاصيل مزيانة برشا، وإحنا ديجا شفنا توا كوكتيل صغير من موسيقى الروسية اللي فيها اللغة الروسية وفيها اللغة الفرنسية. الحقيقة كانت سوربريز مزيانة، فيها دي ديتاي حلوين، وذاك علاش إحنا باش نحكيه شوية لمحة صغيرة على تاريخ روسيا، الدولة العظمى هذه اللي الحقيقة أصبحت يعني مصدر ثقل عالمي. يعني في الوقت الحالي بدأ تاريخ البلاد منذ أن ظهر السلاف الشرقيون كمجموعة معترف بها في أوروبا بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين. في القرن التاسع الميلاد تأسست إمارة كييف روس على يد المحاربين الفرنجيين، واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية دينا لها في عام 988 ميلادي بسبب تأثير الإمبراطورية البيزنطية، وكانت تلك هي بداية تمزج الثقافتين السلافية والبيزنطية اللتين شكلتا معا ملامح الثقافة الروسية للألفية التالية. دونك تفتتت كييف روس في آخر الأمر إلى عدد من الدويلات الصغيرة، وسقطت معظم الأراضي الروسية في أيدي الغزو المغولي عام 1223، يعني 1223 ميلادي، أصبحت تابعة للقبيلة الذهبية. دونك لاحقا بدأت دقية موسكو دونك تأخذ تدريجيا الإمارات المجاورة لها، ونجحت في الاستقلال عن حكم القبيلة الذهبية، وتمكنت من وراثة إرث كييف روس السياسي والثقافي. وبحلول القرن الثامن عشر توسعت البلاد كثيرا عبر شن الغزوات والحروب والاستكشاف، لتولد بذلك الإمبراطورية الروسية التي استحالت ثالث أضخم دونك إمبراطورية في التاريخ بنفوذها الممتد من بولندا في أوروبا إلى ألاسكا في أمريكا الشمالية. في أعقاب الثورة البولشيفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الاتحاد السوفيتي، وباتت أول دولة دستورية اشتراكية وقوة عظمى معترف بها في العالم، كما لعبت دورا حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الاتحاد السوفيتي خسائر بشرية أكثر من أي طرف آخر أثناء الحرب. دونك شهدت الحقبة السوفيتية بعد أبرز النجاحات التقنية في القرن العشرين، ونلاحظ روسيا اليوم دونك كثقل السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي والثقافي في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية. نشوفوا لو كان نرجع إحنا لبداية القرن الماضي، نشوفوا الحرب الباردة اللي صارت ما بين أمريكا وكل التنافس حول التسلح وحول حتى القمر والفضاء، وكل صراع ما بين الدولتين والثقافتين. الحقيقة هما زوز دول عظمى كبار برشا، لكن روسيا قاعدة تثبت اللي هي الدولة متاع القرن القادم، ويعني فيوتشر سيتيز وفيوتشر وورد كله مربوط بروسيا. روسيا راهي دولة كبيرة برشا، وراها كتاب وراها فلاسفة وراها موسيقى سمفونية عظيمة برشا، وراها برشا انتاج ادبي وزخم ثقافي كبير ياسر. دولة كيما هكا مرت يعني بحقبات تاريخية، يعني ثم دقية موسكو، ثم روسيا القيصرية دونك لو سيزار، روسا ايضا الامبراطورية الروسية، وروسيا دولة يعني الحديثة اللي نشوفوها توا بملامحها اللي تعرفوها دولة كبيرة برشا. احنا اليوم باش نختاروا روسيا، اخترناها باش نحكيوا على موضوع مهم يسر اللي هو الحرب والحب، يعني في علاقته يعني الجدلية الكبيرة برشا. مش نقرأ اي بتيت ستاسيون كتبتها انا الحقيقة، لامور اي لا غير سون دو انستيتوسيون انفرنال كي اكزيج لو بريزونس دي زوم براف بور اي بارتاجي اي انكور ايور ايل فو لا في دي جان ان جوان ان جو دو بونور اي دو مالور دي فلور روج اي دو سان ايون لا ميم كولور. الحقيقة لا كولور روج هذا رمز الدولة الروسية الإمبراطورية روسيا دونك الاتحاد السوفيتي، كانوا يسميوه The Red Scare الخطر الأحمر. بطبيعة كان الكولر روج مربوط بروسيا بستالين، بالحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة. هذه هي ذاك علاش احنا اليوم اخترنا باش نحكيه على الحب والحرب في علاقته الجدلية. أيضا باش نختار ونحكيه على كتاب دكتور جيفاغو، اللي هي رواية لأحد الكتاب الروس واللي تمثلت في فيلم وأدى دور البطولة فيها عمر الشريف الفنان المصري، أدى دور البطولة في الفيلم ذي، كان إخراج يعني المخرج متاعه أمريكي، وكان فيلم ممتاز ياسر، هو يعني مستوحى من رواية دكتور جيفاغو الحقيقة لبوريس إرنست. عم نحكيه عليه بأكثر تفاصيل.